اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. تفضل أخي نور الدين. حج المرأة إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تماما. هذا واحد، يعني تلك الشروط التي أخذناها عندما كنا نتكلم عن شروط الحج، أو ما فهي هي بالنسبة للمرأة مثل الرجل، الإسلام، البلوغ، العقل، حرية، استطاعة، مثل الرجل مثل المرأة، النساء والرجال شقائق في الأحكام، الأحكام الشرعية، الأشياء التي فرضت للرجل هي كذلك مفروضة بالنسبة للمرأة، ليست هناك إلا ما استثني بدليل. ما نستطيع أن نقول المرأة ما تفعل هذا والرجل يفعل هذا إلا إذا كان عندنا دليل أن المرأة يعني تخص بشيء غير الرجل. ما عندك دليل ما تستطيع أن تقول شيء. كل ما أوجبه الله على الرجل هو قد أوجبه على المرأة، إلا إذا كان دليل كيقول غير ذلك. إذا كان دليل نأخذه. الآن هذه مسألة الحج سيأتي فيها الدليل وسنتكلم عنه إن شاء الله بعد حين. إلا أنه يشترط في حقها شرط زائد، وهو أن يصبح وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة. فعن ابن عباس حسبك. الآن ذكرنا أن الشروط التي تجب على الرجل تجب على المرأة، هذا كلام عام. إلا أو أن أنه يشترط في حقها شرط زائد، شرط واحد زائد، وهو أن يصحبها زوج أو محرم، يعني أن يكون معها زوجها أو أحد محارمها. والمحارم يعني مثل ابنها أو أخوها أو زوجها أو أبوها أو عمها أو خالها، أو مثلا إذا كانت لها بنت متزوجة زوج ابنتها فهو محرم لها، زوج البنت محرم للأم لهذه المرأة. المحارم معروفة مذكورة، ولكن إذا كان من سؤال حولها نجيب. إذا المرأة لابد لها من شرط آخر وهو وجود محرم يصحبها. ما هو الدليل على هذا الكلام الذي نقوله؟ ما الدليل على أن المرأة يجب أن يكون لها محرم؟ سيأتي ذلك في الحديث، حديث ابن عباس، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. نعم تفضل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني ابتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
نعم، الحديث ابن عباس في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ما معنى لا يخلون؟ يعني لا يكون معها في مكان، مكان خالي ليس فيه إلا هو وهي، يعني يستطيع أن يفعل الفاحشة والعياذ بالله وغير ذلك في هذا الوقت، هذه تسمى خلوة. يعني يخلو رجل بامرأة في مكان بحيث أنه ما يستطيعان أن يفعل كل شيء ولا يعرف أحد، تسمى خلوة. هذه الخلوة جاءت هي محرمة في ديننا، لابد للمحرم أن يكون حاضرا. الخلوة قد تؤدي إلى حرام وقد لا تؤدي إلى حرام. الخلوة أن يخلو رجل بامرأة قد تؤدي هذه الخلوة إلى حرام وقد تؤدي إلى غير حرام، تكلم معها أو شيء. ولكن شرعا الحنيف جاء يسد أبواب الذرائع، أي ذريعة شيء يوصل إلى الحرام جاء الشرع وسده، مثل الاختلاط مثل الخلوة. فحفظا للأعراض جاء الشرع يسد هذه الأبواب، لأن هذه الخلوة إذا تكررت أنت وامرأة في مكان، النبي بيّن في الأحاديث الصحيحة أنه ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. الشيطان قد يزين لك أشياء، قد يوسوس لك، ومن نظرة إلى ابتسامة إلى كلام إلى علاقة إلى كذا وكذا، وتقع الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا جاء الشرع يسد أبواب هذه الفواحش. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يعني المرأة لابد لها إذا أرادت أن تسافر أن يكون معها محرم. وهذه مسألة غافل عنها كثير من الناس، حتى في الأسفار العادية بغض النظر على الحج، تجد النساء يسافرن من هنا إلى المغرب، من هنا إلى أماكن أخرى، هي تعد سفرا بدون محارم. يقول لك يعني ما في مشكل الآن. ما هو المشكل في الحقيقة؟ يعني عند الناس المنطق الذي يتكلمون به. نحن لا نقول أن هناك مشكلة وليس مشكل، نحن نتحاكم إلى شرع، لنا دين، ديننا هو الذي فرض علينا هذه الأشياء. إذا أنت بعقلك القاصر لم تستطع أن تعرف الغرض الشرعي من هذه الأحكام، فلا يمكن لك أن تحكم وتقول ما في شيء ولا في شيء أو غير شيء. نحن يعني نستسلم لقضاء الله وقدره ونستسلم لأحكامه، لأن الله عز وجل الحكيم العليم هو الذي فرض هذه الأشياء لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح، وهو الذي قال في محكم التنزيل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم اللطائف التي تخفى على الناس بالدقائق سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى شرع، ومما شرعه أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. قد يصيح الصائحون من العلمانيين ومن كذا، يقول لك إيش هذا، تقيدون حرية المرأة وكذا وكذا. نحن لا نقيد حرية جعلها الله عز وجل، وإنما نلتزم بشرع فرضه الله، ونحن نعلم أن النجاة والفلاح في هذا الشرع الذي شرعه الله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك تتبت في غزوة. يعني سجلت اسمي أنني سأخرج في غزوة كذا مع الناس، وهذا وافق وقت الحج، هي أرادت أن تخرج للحج وأنا كتبت، سجلت اسمي أنني سأخرج في غزوة. ماذا قال له النبي؟ الخروج إلى غزوة هذه عبادة، بل هو من أفضل العبادات.
فقال انطلق فحج عن مع امرأتك، يعني كأنه قال له لا تذهب إلى الغزوة والحق بامرأتك وحج مع امرأتك. قال العلماء هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة لابد لها من المحرم، وإلا هذا الرجل الذي لم يخرج معها فهو كان منشغلا وسينشغل بعبادة، رغم ذلك لم يقره النبي على هذه العبادة، ما أقره، قال له خرج مع امرأتك، يعني قال له هذا الكتاب الذي كتبت اسمك فيه أنك ستخرج غازيا تركه، اذهب مع امرأتك إلى الحج. خير إن شاء الله. يعني هذه المسألة لابد أن نحقق فيها المسائل، مسألة حج المرأة بغير محرم هذه مسألة تكلم عنها العلماء في المذاهب عند الحنابلة عند الشافعي عند الأحناف عند المالكية، نجد أنه في جميع المذاهب أنهم شرطوا للمرأة أن تكون تخرج للحج مع ذي محرم في المذهب المالكي، وهذه هي المسألة التي يأتي بها كثير من النساء، يقول أن المرأة اللي هي طاعنة شيئا في السن ليست صغيرة إذا خرجت في رفقة صالحة بدون محرم يصح منها الحج. هذا الكلام موجود ومعتبر عند العلماء، وهذا هو الكلام الذي يأتي به بعض الناس عندما يقولون إن نحن نريد أن نذهب إلى الحاج وكذا وكذا. هناك من العلماء من يقول للمرأة ما دمت ليس لك محرم فأنت غير مستطيعة، هذا من جهة. من جهة أخرى تجد أن المرأة بعض النساء يريدن الذهاب إلى الحج، تجد فيهن رغبة شديدة للذهاب إلى الحج، ليست لها محرم ولكن تريد أن تذهب إلى الحج. هذه المرأة لابد أن ترد أمرها إلى العلماء في هذه المسألة، فإذا هي استفتت عالما اعتبرا وأفتاها بالجواز في الرفقة الصالحة تفعل فتوى وإثمها أو لا، يعني إذا كان شيء يرجع إلى من أفتاه، لأن هي ليست لها تلك الطاقة العلمية حتى تستطيع أن تقرأ الأدلة وكلام العلماء فيها، فماذا تفعل؟ تسأل عالما متبعا للقرآن والسنة، فإن أفتاها فلها أن تفعل، وهي تفعل فتوى، تعمل بفتوى. من ناحية أخرى لابد أن تسعى المرأة أن توفر يعني من المادة أو شيء لابنها أو لأخيها أو لأحد محارمها، يعني ربما الظروف حتى يخرج معها، فالمرأة لابد أن تجتهد في ذلك، إذا أرادت تبحث، مثلا زوجها لا يريد الذهاب معها تنظر إلى أخيها إلى ابنها إلى عمها إلى زوج ابنتها مثلا، وتحاول بشتى الطرق حتى تخرج من الخلاف، لأن هذه المسألة تجلب معها خلاف وتساؤلات. يعني بالنسبة لهذه المسألة كما ذكرنا أن العلماء قالوا بأن المرأة التي ليست لها محرم غير مستطيعة، أن المرأة التي ليس معها غير مستطيعة، إلا عند المالكية قالوا أن المرأة إذا كان سنها تقدم شيئا ما، خمسينات فوق الخمسينات كذا، هذه مرأة يعني بعيدة عن الفتنة يعني عن الفتن، وإذا كانت في رفقة آمنة صالحة تخرج مع هذه الرفقة يمكن أن تذهب إلى الحج. أما باقي العلماء باقي المذاهب تقول بعدم استطاعة المرأة التي ليست لها محرم.
نعم تفضل. الحج على الفور ويجب على من استطاع المبادرة بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. إذن الحج على الفور قال العلماء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هناك قول آخر يقول لك الحج على التراخي، يعني أنت ملزم مرة في العمر بأن تذهب إلى الحج، لما فعلت الآن تفعل من بعد 10 سنوات، ولكن لا ندري هل نعيش بعد 10 سنوات أو لا نعيش. ولهذا رجح العلماء على أن الحج على الفور. وأنا كنت علقت على هذه المسألة، كتبت الراجع والصواب في حالة الاستطاعة، إذا كان مستطيعا فهو على الفور، يعني ما دام الاستطاعة توفرت يجب الحج، يعني منذ ابتداء توفر الاستطاعة كما ذكرنا يجب عليك الحج، ما تنتظر. الدليل، ما هو الدليل؟ قال المؤلف رحمه: ويجب على من استطاع المبادرة بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، يعني ما ينتظر، فإنه قد يمرض المريض. الآن الله عز وجل من علينا بصحة وعافية، نستطيع أن نتحرك وأن نعمل وأن نفعل وأن كذا كذا، قد تأتي ظروف أخرى، تمرض، تكون طريحة فراش أو شيء، قد وتضل الضالة، يعني الضالة المراد بها هنا مثل الناقة التي كانوا يذهبون بها تضيع، يعني هنا في بيان أن الراحلة لها دور كبير في الذهاب إلى الحج، وقد لا تكون هذه الطرق وهذه الوسائل التي هي متوفرة لأن ليس من الأسباب، في وقتهم كانت النوق، الفرس، أشياء التي يستعملونها قد تضل يعني تضيع، تهرب شيء آخر، وقد نقص عليها أن الوسائل التي تنقلك إلى الحج تصير صعبة المنال. انظروا الآن إلى تكاليف الحج، كل سنة ترتفع، كل سنة، يعني أنا ذهبت إلى الحج في سنة 2003، ذهبت ب 2350 وكان هذا أعلى ما في السوق، وذهبت في 2010 كانت 3400، والآن 4000 إلى فوق، يعني كل سنة، وبعدما يعني تجهز مكة وكذا تصير أكثر، الآن لازال يبنون وغبار وكذا وكذا، والأثمنة غالية، فقد يعني يصير الحج شقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني قد يأتي وقت ما تستطيع أن تحج. ولهذا قال العلماء: الحج على الفور، من أراد الحج فليتعجل، يعني عندك الاستطاعة يجب عليك الحج، عليك أن تحج. قال: فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، يعني الحاجة قد يأتي شيء، عذر من الأعضاء يسبب لك عدم الذهاب. الحديث هذا حديث صحيح، وهو في صحيح ابن ماجة وعند ابن ماجة، صحيح ابن ماجة للشيخ الألباني، وأخرجه الإمام ابن ماجة في كتابه، وهو عند الحاكم وعند الذهبي وعند الإمام الشوكاني، وموجود في الإرواء الغالب، حديث صحيح. نعم، في أمر بالاستعجال إلى الحج، فيه أن تأخير الحج قد يكون إثما، وهذا استفدته من كلام العلماء. إذا وجدت الأعذار بسبب التأخير، نعم، على كل حال، فهذا فيه دليل على أن الإنسان عليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج. سننتقل
إلى المواقيت. تفضل. المواقيت جمع ميقات، كما وعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. نعم، وسيأتي التفصيل ما هي المواقيت الزمنية وما هي المواقيت المكانية. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الميعاد، والمقصود هنا بالمواقيت متى، ما هو وقت الحج، وأين نبدأ في المكان إذا أردنا أن نحج. من أين نحج؟ من أين يبدأ الحج؟ ولهذا قسمت هذه المواقيت إلى قسمين: مواقيت مكانية، مثلا الناس الذين يذهبون مثلا إلى المدينة، ومن المدينة سيذهبون لأداء فريضة الحج، لا بد أن يقفوا في مكان اسمه ذو الحليفة حتى يعني يعتدون لباس الإحرام ويحرمون من الميقات. لا بد لكل محرم، سواء جاء من اليمن أو جاء من مصر أو جاء من الكويت ولا غير ذلك من الدول، أو جاء من المدينة أو كل ما شيء، أن يقف في مكان وأن يبدأ بتلبيته، وهذا يسمى الميقات المكاني. الميقات الزماني وسيأتي ذكره له علاقة بالزمن، متى يكون الحج؟ هل الحج يمكن أن تحج في كل شهر؟ لا، الحج له وقته، مرة في السنة في أيام معدودة. الحج أشهر معدودات، لا يمكن أن تحج في أي وقت، وهذا سيأتي بيانه في الميقات. تفضل. المواقيت الزمانية، قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. قال ابن عمر: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. نعم، إذن أول شيء بدأ به المؤلف هو الكلام عن المواقيت الزمنية، متى يكون وقت الحج، ما هو وقت الحج. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، والمراد بها القمر. الله عز وجل يقول: قل لهم يا محمد قل هي مواقيت للناس والحج. يعني هذه الأهلة التي نراها جعل الله فيها وعلق بها أحكاما، مثلا رمضان متى نصوم؟ إذا رأينا الهلال، هلال بداية الشهر. ومتى نفطر؟ إذا رأينا الهلال. فهذه الأهلة جعلها الله مواقيت للناس، وكذلك الحج. الحج له وقت معدود ومعلوم، وكيف نعرفه؟ بالأهلة. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهذا دليل على أن الحج يكون في بعض الشهور لا في غيرها. ثم جاء في حديث ابن عمر وهو عند الإمام البخاري ومسلم، قال ابن عمر: أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة. مثلا شخص بعد عيد الفطر أراد أن يخرج إلى الحج، أنتم الآن تفكرون تقولون شوال 33 يوما، وذو القعدة 30 يوما، وعشر ذو الحجة يعني هي أفضل الأيام عند الله، ولكن الحج يبدأ في 8 ذو الحجة. كيف أخرج أنا من شوال إلى، نحن ننظر بمنطقنا، نسكن في هولندا، نعمل، نريد أن نكسب المال، الوقت المحدد للعطلة عندنا محدود، 4 أسابيع أو 5 أو كذا يزيد أو ينقص. الناس قديما كانوا يخرجون إلى الحج شهور حتى يصل إلى بيت الله الحرام. هناك من الناس من قضى مدة 18 شهرا. قرأوا قصة ابن بطوطة
طنجي. كم قضى مدة 18 شهرا حتى يصل وفي الطرق. أما نحن فقد يسر الله علينا هذه العبادات. الله عز وجل من فضله ومنته وجوده وإكرامه لنا يسر لنا سبل العبادة، ما علينا إلا أن نخلص له وأن نعمل. والناس كانت تخرج، النبي خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم إلى مكة أسبوع توصل إلى ما نحن بعض المرات يعني يضيق صدرنا عندما ننتظر الطائرة 7 ساعات، يضيق صدرنا وتجد الناس يغضبون وتأخرت الطائرة وكذا وكذا إلى آخره. هذا مشكل في الحقيقة. ولهذا أنا كما ذكرت لإخواني ونحن ننظم هذا الحج، نحن عندما سنخرج لابد أن نخلص لله ونجعل أن كل دقيقة من طلاقنا إلى رجوعنا نحن في عبادة الله. يعني لا نريد أن يضغط علينا أحد يقولنا لابد أن نسرع هنا أو هنا، لا، نحن سنعبد الله عز وجل وسنأخذ الوقت وسنحاول أن نتقن عملنا، نصبر وسنقتدي بأضعافنا، ننظر إلى أضعافنا ونقتدي به، يعني أن نمشي على خطاه. ويجب أن نعلم أننا في طريقنا وفي عبادتنا وفي صبرنا أننا مأجورون. أما هذه العجلة وهذه الأشياء ما نحتاج إليها، نحن سنخرج في سبيل الله ونخرج لله ونخرج لأداء نسك من العبادات العظيمة. نحن تركنا ديارنا وأبناءنا وأموالنا وكذا، نخرج لله، فعلينا أن نصبر. الناس صبروا قبلنا، تظنون أنك إذا ذهبت وأخذت طائرة وكذا وأن كذا ما فعلت شيء. الناس كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا يقطعون ويضربون ويشتمون وكذا، أما نحن فلم يصلنا شيء من ذلك، وهذا منة وفضل من الله نشكره عليه. ولهذا لابد أن نوقظ أنفسنا ونستعد معنويا للصبر، نصبر، نعين الناس، نساعد الناس، من هو ضعيف فينا نحمله نعينه نعطيه نقوم بحوائجه. هذه هي العبادة التي أردنا أن نحققها سائد ما فرضه الله علينا من فريضة الحج. نعم. إذن نفرض جدلا أن شخصا قال أنا سأخرج في شوال إلى الحج، فشوال وقت من وقت الحج، هذا لا يعني أنه سيقف في عرفة في شوال أو سيرمي الجمرات في شوال، هذا لا يمكن، لا يمكن، لأن الحج عنده وقت محدود. مثلا عندنا يوم عرفة هو يوم 9 للحجة، من وقف من زوال الشمس إلى غروبها فقد وقف في عرفة. ثم عندنا مزدلفة، رحمك الله، وعندنا يوم العيد هو يوم 10 للحجة، اليوم الذي نطوف فيه كذا وكذا إلى آخره. أما الخروج مثلا في ذي القعدة كما يفعل الناس في هولندا، الناس تخرج تقريبا 15 يوم 20 يوم قبل بداية الحج، فهذا شهر من أشهر الحج، هذا شهر من أشهر الحج. وقال ابن عباس للسنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، يعني أن الإنسان ما يقولش لبيك اللهم عمران اللي هي يصحبها الحج أو لبيك اللهم حج إلا في أشهر الحج. وأظن أن هذه المسألة الآن ميسرة، أنك لا تلبي بالحج إلا في أشهر الحج، لأن متى تلبي؟ تلبي إذا بلغت الميقات. حتى نفرض أن الناس الذين يأتون مثلا من مصر ويقفون في الجحفة ميقاتا، أو الناس الذين يخرجون من اليمن ويقفون في ميقات أهل اليمن يلملم، هؤلاء الناس إذا لبوا من هناك بالحج يعني قالوا لبيك اللهم حج، الوقت من الميقات إلى مكة وإلى ميناء لا يزيد مشيا على 7 أيام مثلا، فإذا الأمر ميسور.
ماذا نستفيد من هذا الباب، من هذا العنوان المواقيت الزمنية؟ أن الحج يكون في أشهر معلومات، شوال، ذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. في هذه المدة تستطيع أن تلبي بالحج. هذا هو. تفضل. المواقيت المكانية. المواقيت المكانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجز قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة في مكة من مكة. نعم. هذا الحديث حديث متفق عليه، وهو عند الإمام البخاري ومسلم، وهو صحيح. الحديث رواه لنا ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، أي حدد، وهي بمعنى أوجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني جعل ميقاتا الذين يقدمون إلى مكة من جهة المدينة أن يقفوا في مكان اسمه ذا الحليفة، ويسميه بعض الناس الآن أبا علي، يقفوا هناك لأن يلبوا بالإحرام، يقولوا لبيك، لأن يبدأوا بالإحرام ويلبوا. وهذا لمن ذهب إلى العمرة أو للحج يعرفه جيدا، مسألة سهلة جدا. هناك من الناس من يغتسل في الفندق في النزل، ثم يلبس لباس الإحرام وينطلق، ولكن لم يلبي بعد، لأن الإحرام ليس فقط أن تلبس اللباس. يمشي الناس أو لا يذهب الناس يعني بالحافلات، يقفون في مكان اسمه ذا الحليفة. هنا عندنا يعني هناك مسجد، هناك أماكن للاغتسال كبيرة جدا للنساء على حدة، فيمكن أن تذهب بقميصك إلى ذي الحليفة أو لباسك، وهناك تغتسل وتستطيع أن تقلم أظافرك هناك. ونحن سنشرح المسائل التي لا علاقة بالحرام فيما سيأتي. وعندما يعني تنتهي من الأشياء وتلبس لباس الإحرام، وأما المرأة فتكتفي بلباسها، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في حجة النبي سنذكرها، كان من هدي أنه إذا استوى على الراحلة ركب، يبدأ بالتلبية، يقول لبيك اللهم مثلا عمرة، ولبيك اللهم حجة وعمرة. هناك تبدأ، هنا عندما تقول لبيك اللهم عمرة، هنا بدأت في النسك، هنا أحرمت، عندك لباس وعندك أشياء فعلتها، ثم لبيك، تقول لبيك اللهم عمرة، وتقول تبدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتبقى تلبي. وهذا سيأتي لكم. ماذا أردت الآن أن أبين؟ أردت أن أبين أن لكل شخص من أينما جاء، من أي قطر من الأقطار أو مكان من الأماكن جاء إلى مكة، فلا بد أن يقف في مكان حد من الحدود يسمى الميقات. فهنا قال النبي وقت، يعني كيقول ابن عباس إن النبي صلى الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، الناس اللي جايين من المدينة، ولأهل الشام، الناس اللي جايين من سوريا الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني كل واحد جاء من مكان لابد أن يقف في أحد هذه المواقيت، لمن أراد الحج أو العمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. مثلا عندنا دائرة، هذه الدائرة عند
عندنا الكعبة هنا أو مكة هنا. مثلا الذي يأتي من الشمال يقف في ذو الحليفة، الذي يأتي من الشام جحفة، من اليمن يلملم، من نقر المنازل. يقول لك أحد سؤال: ماذا إذا كنت أسكن هنا؟ إذا كنت أسكن هنا ماذا أفعل؟ تلبي من هنا، لا ترجع إلى الميقات، لأنك الداخل. مثل الذي يسكن في مكة يلبي من مكة، أهل مكة، يكون في البيت ديالو يقول لبيك اللهم أمر ويخرج إلى العمرة. أما الذي يأتي من مكان آخر فلا بد أن يقف في الميقات، مكان هنا أو هنا أو هنا، ويقول لبيك اللهم عمرة ويتجه إلى مكان. ولهذا قال النبي، قال ابن عباس: ومن كان دون ذلك، يعني داخل هذه الدائرة، فمن حيث أنشأ، من حيث هو يقطن، من هناك يلبي. مثلا إذا كان يسكن في عرفات، نفرض، فيلبي من عرفات بالعمرة، قل لبيك اللهم عمرة. ومن كان يسكن في التنعيم، هو مكان خارج من مكة، الذي فيه الآن مسجد عائشة، يلبي من هناك، يقول لبيك اللهم عمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة حتى هم يخرجون للحج ويفعلون العمرة. مثلا الإنسان يسكن في مكة يغتسل في بيته ويلبس لباس الإحرام ويقول لبيك اللهم عمرة، ويخرج إلى المسجد ويطوف ويسعى ويقصر شعره وقد اعتمر. وإذا كان الحج يقول لبيك اللهم حجة، ويخرج إلى منى ويبيت بها ويذهب إلى عرفات، ثم يفيض منها إلى مزدلفة، ثم فقد حج، هذا حج، لا يركب لا طائرة ولا غير ذلك، وهذا منة ونعمة. نعم، تفضل.